هنتكلم كتير هنا وهنا، انما ترقيصه حلوه من حسام غالي يا ولد يا لعيب في وسط الملعب، يلعبها اماميه لعماد متعب، عبد الله السعيد من لمسه واحده في منتهى الجمال والروعه، تاني في الجبهه اليمين الانطلاقه موجوده، يرجع لورا عند احمد عادل، خطا من احمد عادل هيستغلها ستيفان سيبوفيتش، خطا من احمد عادل، عبد المنعم تعمل مشكله انما تترد الكوره ورجع اللعيبه يغطوا، تسديده جامده خطيره انما برافو يا ولد، احمد عادل يصلح الاولانيه ويطلع بعد حسام غالي الى عبد الله السعيد من بره ال 18، يا ولد يا لعيب في المساحه الفاضيه حلوه برؤيه في منتهى الجمال عند صبري رحيل، هيشيل ويعمل عرضيه في منتهى الخطوره حلوه، الناحيه الثانيه اتعملت حلوه حلوه، بيطلب منه الكوره روميرو من قدام منطقه الجزاء، يعمل بينيه في منتهى الخطوره، طالع احمد عادل ما كانش فيه رايه ولا حاجه، وانفراد لستيفان سيبوفيتش، حطها حلوه المره دي لعبد الله السعيد، عماد متعب انما يسقطها لمح كده ميجيري حارس المرمى، وعاوز يلعبها بذكاء في حلقه 17 وقبلها كان في نادي اليتشي اللي هبط للقسم الثاني، لعب الكره ثاني تسديده انما برافو احمد عادل واقف اللي هنتكلم عليه كتير، اللي سدد في اللعبه اللي فاتت الفارو مدران، لعب كاس الجبهه اليمين ويطلع تاني جوميز، ده من 18 للنادي الاهلي، التسديده جامده من احمد فتحي انما تخبط وياخد منها ضربه ركنيه، ضربه ركنيه بعد المحاوله من الابتكار الفردي كده من احمد فتحي، انما عدى ال 22 دقيقه في كره سريعه الاهلي راح بهجمتين يردها تاني رودريجيز، ده من 18 مدران يستلم على صدره عاوز يعدي بيها انما برافو يا ولد يا لعيب حسام غالي، وتسديده جامده احمد عادل على مرتين بيسدده كويس قوي من بره المنطقه، والثالث عبد الله السعيد يمشيها لحسام غالي حلوه يا ولد يا لعيب، ممكن تسديد من هنا في منتهى الجمال، يلا يا شيخ لعبتك حتتك خطيره خطيره حلوه اللي فاتت دي، حلوه اللي فاتت دي فوقتنا يا اهلاويه في منتهى الجمال، احمد الشيخ بيجيد الحتة دي لما يدخل كده من الجبهة اليمين ويظبطها على شماله في الدوري المحلي، سجل مع نادي المقصة جوان بنفس الشكل بنفس الطريقة، إنما هنشوف متعب كان متسلل ولا إيه. وادي الطرف الشمال اللي اشتغل فيه دلوقتي روميرو يلعب عرضية عند ستيفان سيبوفيتش خطيرة التسديدة في منتهى الخطورة من اللاعب رقم 21 جوميز اللي دخل فيجو من 2011 ل 2013 بينطلق ومستني سيبوفيتش اللي بتعدي الكوره خطيره خطيره احمد عادل يا ولد يا لعيب يا ولد يا ولد يا احمد يا عادل وجوميز يضيع واحده انما برافو يا احمد يا عادل نجم ال 33 دقيقه بثلاث كرات يطلعهم في منتهى الخطوره بهجمه شرسه الختافي على دفاعات الاحمر في اللعبه اللي فاتت هنشوفها تاني انما احمد عادل يتقل ويقف كويس قوي ادي ستيفان سيبوفيتش اللي احمد فتحي اشترك معاه وادى الحكم الفرصه لغايه ما وصلت ليه جوميز اللي موجود في مكان داخل الصندوق للمرة الثانية بعد ما سدد واحد اخترق من العمق الحلول على الجناب دلوقتي عند رحيل و الجبهة اليمين اللي فيها فتحي زي ما اتحرك غالي دلوقتي مكان احمد فتحي عبد الله السعيد ممكن يسدد انما يشيلها عبد الله السعيد من فوق اي معارضة مش 27 سنة فيرجيني لافيتا قدام منطقة الجزاء يخلصها كويس في منتهى الخطوره لفيكتور روميرو عرضيه انما يطلع برافو يا ولد لسه موجوده لافيتا برافو يا احمد يا عادل بطل الشوط الاول يطلع بعد تسديده من مصلي تعادل بدون اهداف ختافي على ملعبه يستضيف النادي الاهلي تجربه دوليه وديه عرضيه خطيره حلوه ممكن بقى ده اسمه كلام خطيره خطيره اللي فاتت كانت اتجاه اللعب بشكل كويس قوي الرحيل اللي عمل عرضيات مؤثره عرضيه حلوه خطيره خطيره يا سلام يا متعب حلوه العرضيه حلوه يا متعب انما ميجيري بلازس حارس المرمى يتالق مع اول دقيقه من الشوط الثاني شراسه حمراء اهلاويه بعرضيه لصبري رحيل بص شوف الحلاوه وتحرك متعب ويا سلام يعملها بوش رجله كده وهو رايح مع كعب رجله انما يتالق فيها انما هل النادي الاهلي هيفقد جزء من قدراته الدفاعيه يا سلام يا وليد يا ولد يا لعيب حلوه ملعوبه لعماد متعب ممكن يعمل انفراد متعب اتطرفت شويه قلت الخطوره انما مين اللي جاي في المواجهه لسه جاي محمد دج جد ووليد سليمان اللي كان عمل التمريره الروعه اللي فاتت هو اللي بيكمل قدام ال 18 يا سلام لو دفاع انما شايف وليد نازل عنده الدوافع وعنده الحافز بعد الاجازه القصيره احمد فتحي ان شاء الله يبقى تسديده حلوه حلوه يا فتحي فوقتنا دي واحنا بنتكلم على وليد سليمان انما يمسكها بلازس ميجيري حارس المرمى اللي النهارده جاله اكتر من اختبار انما يبقى احمد عادل هو نجم المباراه على مستوى حراسه المرمى لغايه دلوقتي من جنب حسام عاشور الديفندر الصريح او الرئيسي في التشكيله
روبرتو لاجو نقل نفسه عشان يلعب عرضيه في منتهى الخطوره، انما احمد عادل ياخدها سهله اللي فاتت. عملها روبرتو لاجو اللي هيرجع تاني على مكانه، وكان طالع فيرجين اللي قدام قلب الدفاعيه يلعبها في المساحه الفاضيه، الانطلاقه عند فيكتور روميرو، عرضيه في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. احمد عادل بيتكلم مع محمد نجيب ويضيع واحده. وليد سليمان يستلم تاني، ادي وليد سليمان ليه احمد الشيخ، عرضيه في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. الدفاعي يقفله كويس المره دي، تروح الكره روبرتو لاجو، تسديده جامده. برافو يا احمد يا عادل، برافو يا احمد يا عادل، يا ولد يا ولد يا ولد. روبرتو لاجو جاي من الجبهه الشمال ويسدد واحده، احمد عادل قافل المرمى زي ما الكتاب بيقول، صفحه عادل الحمد لله سليم، تتلعب على ايمن قريب في منتهى الخطوره، القايم لسه موجوده. يا سلام على اللي فاتت وكل القايمه بقى. ادي احمد فتحي من الجنب اليمين، عرضيه حلوه، جول جول جول. يا سلام يا عبد الظاهر، ايه يا ابن الجمال ده، حلوه حلوه. الفارو مدران من بره منطقه الجزاء، تسديده جامده خطيره، شكلها حلو انما بعيده. لخد شاره الكابتن مين رودريجيز، ترجع له تاني ليون بيدرو. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا بيدرو، شكلها حلو وهي طالعه من رجله، مش ممكن. هدف التعادل والضربه، عبد الله ميجيري، عبد الله يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب. احمد عادل وبيدرو، احمد عادل يا ولد يا عادل، ياه. تانية او الركله الثانيه، عماد متعب، عماد حلوه يا ولد يا لعيب. هو اللي هيسجل، هو اللي هيسدد. لافيتا يحطها الراجل بحرفانه، يا ولد يا لعيب. محمد نجيب، نجيب نجيب، انما يحطها في القايم. فرحنا بواحده، فرحنا بواحده يا احمد، احمد عادل انما حطيتها الرابع مع الاحمر. حسام، حسام يا ولد يا حسام، يا سلام. يبقى داميان سواريز واحمد عادل، بركاتك يا احمد، بركاتك يا ابو حميد، انما احمد عادل. ومجيري انما يطلعها بره